Good. Barakallahu feek, Sheikh. Su'al al-thani, idha haditha ba'da tasleem wahid ala yameen fi tasleem al-akhir, hal yufsid salat? هذا السؤال يعني إذا حدث بعد تسليم واحد في تسليم الأخير أي هذه خلاف مسألة خلافية إذا أحدث بعد تسليمة الأولى هل يعيد الصلاة؟ الأظهر أنه يعيد الصلاة لأن الصلاة لا يخرج منها إلا بتسليمته. جزاك الله خير يا شيخ. ما هي